أصبحت البحرين عضواً في الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا كامل العضوية في عام 1968، وفي عام 69 انضمت البحرين للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والانضمام إلى الفيفا كان قد واجه تحدياً صعباً كسبته الدبلوماسية البحرينية والشرعية الوطنية بقيادة وحنكة أبرز قيادات الرياضة وكرة القدم البحرينية الحديثة سعادة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير الداخلية، والذي ترأس الاتحاد الرياضي العام في الفترة من عام 65 لغاية عام 74 للميلاد، وكانت فترة خصبة في تاريخ الرياضة وكرة القدم في البحرين، حيث انضمت البحرين فيها للأسرة الدولية والقارية والعربية، وشاركت البحرين لأول مرة في دورة كأس العرب الرابع في بغداد عام 66، وكانت أول مشاركة خارجية رسمية لمنتخب البحرين الوطني لكرة القدم ونافذة أطلت منها البحرين على العالم الخارجي. رياضيا وكرويا وتواصلا للإدارة الناجحة والقيادة الحكيمة لكرة القدم في البحرين من قبل سعادة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، نظمت البحرين بجهود موفقة من الاتحاد الرياضي العام آنذاك ودعم ورعاية القيادة العليا الكريمة أول دورة لكأس الخليج العربي لكرة القدم في مارس من عام 70 للميلاد باستاد مدينة عيسى الرياضي برعاية وتشريف المغفور له بإذن الله الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه. وولد الحلم الخليجي حقيقة على أرض البحرين في حدث فريد متميز هو الأول في المنطقة، وما زال ثماره يافعة خصبة تجني منها الرياضة وكرة القدم في دول الخليج العربي مكاسب تجاوزت في معطياتها الإقليمية ونقلت الكرة الخليجية للعالمية. والكرة البحرينية رغم وعورة الطريق وقسوة الأيام وتحديات الزمن ظلت تبحث عن ذاتها خليجيا، ومرت في مراحل من الجزر والمد، ففي دورات كأس الخليج لم تتجاوز لقب الوصيف في الدورات الأولى عام 1970 في البحرين، والسادسة عام 82 في أبوظبي، والحادية عشر عام 92 في الدوحة، لكنها كانت في كل دورة أشبه بالحصان الأسود في سباق البطولة.